سنتحول سريعا إلى محافظة الإسكندرية ومراسلتنا من هناك أسماء بدر. فيما يبدو أنه تدشين قاطرتي في محافظة الإسكندرية ميناء إسكندرية البحري طبعا. ومعك سيادة الوزير، وزير النقل دكتور هشام عرفات، تفضلي. اهلا بيكي ولاء. بالفعل اليوم وزير النقل وقائد القوات البحريه اللواء فريق احمد خالد ودكتور هشام عرفات تم تدشين القاطرتين تحيا مصر 1 و2، والقاطره تم تصنيعها من الشركه المصريه لبناء السفن وداخل هيئه ميناء الاسكندريه. ولمزيد من المعلومات ينضم الي الدكتور هشام عرفات وزير النقل. اهلا بيكي دكتور معنا على شاشه اونلايف. واليوم تم تدشين القاطرات، اهميه هذه القاطرات في هيئه ميناء الاسكندريه تم تصنيعها من شركه المصرية للبناء السفن؟ لا، هي الاهميه اللي احنا بنعملها النهارده لهيئه موانئ البحر الاحمر، اللي هي هيئه موانئ البحر الاحمر دي احنا عندنا كذا ميناء سفاجه، ميناء نويبع، عندنا ميناء بورتوفيق. فعندنا في بعض الموانئ بتاعت في البحر الاحمر محتاجه لقاطرات شد بتشد السفن الكبيره العملاقه، واللي هي عماله يحصل لها تطور دلوقتي. هذه يعني صناعه السفن العملاقه حصل فيها تطور كبير قوي في 5 سنين اللي فاتوا دول. كنا بنسمع زمان عن سفينه من 15 سنه بنتكلم فيها على 7000 حاويه او 6000 حاويه. لا، ده النهارده احنا بنجد ان في بنسمع اخبار ان في سفينه هتطلع 22000 حاويه. فطب هنواجه الكلام ده ازاي؟ وهي ما لو احنا ما استعدناش بالارصفه بتاعتنا او بالخدمات البحريه عندنا في المواني بحيث انها تواكب هذا التطور، ببساطه شديده جدا هذه الوحدات او هذه السفن العملاقه مش هتيجي موانينا. فكنا لازم نفكر في تطوير الارصفه، وده احنا شغالين فيه كويس قوي، وكنا اعلنا عنه في كذا حاجه، ودي نزلناها يمكن في الخطه التنميه المستدامه للدوله حتى 2030، ان عندنا في كذا رصيف منهم الارصفه اللي بيعملها سياده الفريق مهمه بيش في منطقه شرق بورسعيد، منها الرصيف اللي بيتعمل في عندنا في ميناء اسكندريه ان شاء الله 55، في رصيف حاويات جديد في ميناء دمياط، في عندنا يعني في محطه متعدده الاغراض في سفاجه ونويبع. لازم بقى الكلام ده يتماشى مع الخدمات، بعض الخدمات البحريه، عشان ما يجيش عندي بوتل نك في دخول الميجا فيسلز اللي احنا بنتكلم عليها ده. فكان لازم نصنع قاطرات، ودورنا على مين اللي يصنعها لنا محليا. احنا حقيقه عايزين نعمق الصناعه المحليه عندنا في مصر، ما وجدناش احسن من القوات البحريه طبعا، جهاز الصناعات والخدمات البحريه ممثله في شركه الاي اس ار بي سي، اللي هي اللي حضرتك اشرت عليها، الشركه المصريه لاصلاح وبناء السفن، طبعا برضه القوات البحريه. فحقيقة عملنا عقد مع الشركة، عملنا قاطرتين قوة شد بتاعتهم 70 طن، والنهاردة حطينا الأرينا بتاع قاطرتين جداد قوة الشد بتاعتهم 50 طن، بحيث ان احنا ان شاء الله ما نحتاجش ناجر قاطرات، تبقى القاطرات دي هدي بتاعتنا متصنعه في مصر بخبرات مصريه تماما. يعني احنا حضرتك الحمد لله يعني في توجه واضح جدا في ظل قيادة طبعا يعني فخامة الرئيس ان يكون في تعاون وتعاون وثيق ما بين الوزارات كلها، فبالذات احنا وزارة النقل مع وزارة الدفاع حقيقة عندنا تعاون شديد جدا في مجالات اخرى كتيرة. فاحنا طبقنا هذا التعاون في صناعة هذه القاطرات اللي احنا سعداء بها جدا، ونتمنى انها تكون بداية ان شاء الله. اللي احنا عندنا برضو في امل كبير قوي في ان احنا نحدث اصولنا للنقل النهري بقى للبرجات، ان جاء الوقت اللي احنا نهتم بقى بتفعيل فعلا النقل النهري في مصر، اللي هو غير مفعل بالصورة اللي هو يجب أن يعني يخدم فيها الاقتصاد المصري. وهنعتمد برضو على الشركة بإذن الله، نصنع لنا برجات بإذن الله في الفترة القادمة. معالي الوزير، ملف تطوير النقل البحري من أهم الملفات الخاصة على مائدة وزارة النقل، أهم هذه الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القادمة؟ والله احنا عملنا خطوة من أهم الخطوات، اللي احنا عدنا تشكيل المجلس الأعلى للموانئ، وحقيقة يمكن ما حدش اتكلم عليه كتير الفترة اللي فاتت، لأن هو كان تواكب يمكن مع بداية الانتخابات الرئاسية. إنما حقيقة هذا قرار كان في منتهى الأهمية،
برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية وزير النقل وعضوية رئيس المنطقة الاقتصادية قناة السويس اللي هو الفريق مهمة ميش. حقيقة عملنا اجتماع الأسبوع اللي فات بعد فترة توقف طويلة يمكن تكاد تقترب من 5 سنوات، عدنا تفعيل وتشكيل هذا المجلس. هذا المجلس هينتج عنه إن شاء الله قرارات في منتهى الأهمية لصناعة النقل البحري في مصر وتنظيم النقل البحري في مصر والقوانين والتشريعات اللي هي الخاصة بالنقل البحري في مصر بهدف دفع عجلة التنمية بقى في هذا القطاع اللي أنا دايما بعتبره هو قاطرة تنمية مصر ل10 سنين القادمين إن شاء الله، عشان نحقق النظرية أو المفهوم الاستراتيجي للتنمية المستدامة بتاعنا اللي وضعناه السنة اللي فاتت وأعلنا عليه السنة اللي فاتت 2030 إن شاء الله. شكرا سيادة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والآن الكلمة تعود إليك ولاء في الاستوديو. نعم بشكرك طبعا، شكرا جزيلا أسماء بدر من محافظة الإسكندرية، ولضيفك طبعا الوزير هشام عرفات وزير النقل الدكتور هشام عرفات، شكرا لكما.